أهلا بكم في قناة تكنو. بدون مقدمات طويلة سنعرض لكم اختراعات حديثة ومذهلة لم تشاهدوها من قبل، لذا ابقوا معنا حتى النهاية ولا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة والتعليقات أسفل الفيديو. تحتل محيطات العالم مساحة كبيرة للغاية من سطح الأرض، وتمثل دراستها تحديا للعلماء في أي بلد. لذا قامت جامعة ستانفورد بصناعة روبوت خاص لدراسة أعماق المحيط. الروبوت يمكنه الغوص إلى عمق يصل إلى كيلومتر واحد، ولكن الشيء المدهش هو يديه، فبفضلهما يمكن للمشغل الإمساك ورفع الأشياء من القاع بسهولة وكأنه يحملها بيديه. أشار أحد المتخصصين إلى أن الأيدي مزودة بردود فعل لمسية تجعلك تشعر وكأنك في أعماق المحيط ولست على متن سفينة في مركز التحكم. ساعد الروبوت بالفعل العلماء في العديد من التجارب، إحدى مهامه الأخيرة كانت على عمق 882 متر قبالة ساحل كان. كانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إنسان آلي إلى مثل هذا العمق ويلمس القاع. شركة شاومي المعروفة لعشاق الهواتف الذكية لم تبقى بعيدة عن الركب، وقدمت روبوتها الخاص سايبر وان. المثير للدهشة أن جمهورها الرئيسي ليس العلماء أو العسكريين بل الأشخاص العاديين. في المقام الأول، الروبوت مخصص للأعمال المنزلية. النموذج قادر على التنقل والتعرف على الناس وعلى مشاعرهم والتجاوب معهم. ففي العرض التقديمي قدم الروبوت وردة للسيد لي جون المدير التنفيذي لشركة شاومي. لذا من الواضح أن أحد أهم وظائف الروبوت هي حمل الأشياء المختلفة، على سبيل المثال البقالة من المتجر. وارتفاع الروبوت 177 سنتيمتر ووزنه 52 كيلوغرام، لذا هو أول روبوت بشري كامل الحجم. ابتكار آخر من الصين. قدمت شركة إكس بانج بكل سرور سيارة طائرة فاخرة. من الواضح أن مثل هذه التقنية لن تكون غير ضرورية، لأن الصين تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث ناطحات السحاب. تعمل الشركة في مجال السيارات الكهربائية، لذا جعلوا السيارة الطائرة تعمل بالكهرباء أيضا، وهي مصممة لشخصين، وتستطيع الطيران بشحنة واحدة حوالي 75 كيلومتر وعلى ارتفاع كيلومتر. من أجل السلامة تم تركيب طيار آلي مع العديد من أجهزة الاستشعار، والسيارة ليس لديها نقاط عمياء، وفي حالة حدوث أعطال سيتم تشغيل الهبوط التلقائي. ولكن إذا كانت الأمور سيئة حقا، سيكون إنقاذ الركاب بواسطة نظام الطرد باستخدام المظلات. هل تذكرون فيلم العودة إلى المستقبل وسيارته الأسطورية؟ هي كانت النموذج الوحيد لشركة دولوريان للسيارات، وهذه الشركة أفلست فيما بعد وأغلقت أبوابها. ومما يثير الدهشة أكثر أن نرى مشروع سيارة دولوريان الطائرة DR7 وأن نعرف أنه يتم تطويرها ليس بواسطة أي شخص بل من قبل بول دولوريان ابن شقيق جون دولوريان المدير التنفيذي السابق للشركة. لا يعرف الكثير عن المشروع حتى الآن، والنموذج الجديد سيكون عبارة عن سيارة كهربائية طائرة سيكون طولها حوالي 6 أمتار وسرعة إبحار قد تصل إلى 240 كم في الساعة وسرعة قصوى تبلغ 386. أما هذا الاختراع العجيب الذي يشبه عمودا فقري ضخم لأحد الوحوش الأسطورية، هو عبارة عن مشروع الشركة القبرصية سي وايف إنجري ليميتد لتوليد الطاقة الكهربائية من الأمواج. كان فريق الشركة يعمل على طاقة الأمواج منذ أكثر من 10 سنوات، وقد تم بالفعل اختبار الإصدار الحالي من النظام في مياه خليج لارانكا. ويذكر أن نموذجا واحدا في ظروف مثالية ينتج حوالي 100 ميجاوات،
تكلفة توليد الكهرباء تقريبا مثل تكلفة استخدام الوقود الأحفوري، ويمكن بناء النموذج باستخدام مواد معاد تدويرها مثل البلاستيك. والشركة تؤكد أن طاقة الأمواج تم تحديدها على أنها القطاع البحري المتجدد الأكثر جاذبية بسبب الحجم المحتمل لسوقها، ومع عدم وجود ابتكار منافس أو شركة رائدة في هذه التقنية.